السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بالاثنين بن حمد بليم ستات واللي ما عرفاش كاينه في المملكة المغربية. هاد الخيرات تنوريوها للجالية المغربية والناس مالين المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 24 في شهر 7 2023، ما تنسوش تدعمونا باشتراك في قناة الزيتون المرجان. شحال ابغاني اليوم؟ قالوا 100. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لا لا جليتي اها يو على سلامتنا. يوم شحال هاد الخيرات هاد؟ واللي بغى بطاطا وحدها 140. وهي اخويا بقى كانت البارح حنينه اخويا على اليوم، وعندهم العشار وعندهم هادي وكانوا خير من هنايا. شي 100 تقريبا. كنتو في اين هي؟ هنا هنا تتكونوا هنا و. واليوم مالكم حيت السوق عامر بوجه اليوم؟ تصليتوا في موالي المدينة والعروبية اليوم تعطيهم هاد العرق؟ حنيتوا فيهم. كيفاش؟ موالي العروبية خلفوا على موالي المدينة. إيوا هادشي اللي درتو حيت هادو بايعين الحولي. كلشي دروك 120 كلشي. كلشي بحال. خلطه من البعوض بطاطا ديال القليان. بطاطا مليحه. ايوا سوبر. ما عندي ما نقول. تاعت البلاد هذه. ديال البلاد. مليحه. انت خدتي عند البصله؟ اييه. وبشحال بيع ورك؟ 120. هي هي. هي باغي تلحقوا 400 انتم على الحساب. بحال ما الماركه. شديتي اصبح مسد. ياك 120. 120 انت خاطرين. انا ما تيقش فيهم اخويا. وكاع زدتو فيا 100 في الكيلو بزاف. هاو عندنا جوج جفافات تابعين. لا صدروا عندنا جوج جفافات. واش بغيتي ما يصدروش يبقاو خليني حتى تاكل فيا بريال انا. لا نموتوا بالجوع. اش ما صبتش بعد يلا. وتعلمت على شي حاجه؟ ولا من ساعه دازت رعده ما رتاش دات. وانت ما تقولش الكون الكون تاع الله لا داخل فيه. داخلها قدامك اليوم راه 120 ما شبعتيها. وما تقولش شنو غناكل ولا شنو غنشرب. ويلي داز زرع ما جاش ديال الله وهذاك غنديروا فيه تاهي ديالنا في الحينه وعاونا بالسخان. جيبوها من بلاد اخرى ب 10 دريال. مالك؟ خفتي لا الاكل؟ جيبها لي انا. صبحتوا شادي السوق اليوم؟ هذيك مطيشة. لا ما تكتبش. عرفت عرفت كاين التمن. كاين التمن. خيزو بشحال قلتوا لي اخذتو؟ 2600. وبطاطا؟ 100 ريال. وراه التمن عندك مزيان. تيقولوا 6 دراهم. 6 دراهم قلنا من عندنا. اي صافي. السلام عليكم. كي داير هاد الراس؟ شتي كبرتي مع ماي الحاوي؟ إوا راه الحاوي درك عاد رجعنا عندكم إن شاء الله. هاد الخيرات في الاثنين بن حمد تاع كي داير هاد المرقوقة سي؟ السانطالوز مليحة. أها. فيها واحد الريحة. فيها ريحة ما فيها. وارفقي. تصبح تاع المرقوقة أصبح. لا في واحد الريحه تاع المذاق تاع المذاق. كاين واحد المذاق ياك سي عبد الرحيم. قول لي واحد الخوخ واحد التفاح شحال داير سي عبد الرحيم؟ 10 درهم كلشي. وهاد السويله ومهيا؟ السويله 6 درهم.
حدي مع الفقيه وسي عبد الرحيم، حدي مع الفقيه انا رومانتيك فيه. ودي الله يحفظ منك ابقى تطيح بعد اللعب بشرقه تبيعوني مشان 70 60 وانتم راه ديال الغلا فين كان 70 و60 انا قلت حقرتكم هنا قلت غادي يقولوا 40 ولا 50 70 و60 سلعه ديال العوام فيها الاولى وفيها الثانيه وفيها الاخيره هي التكريطه هذه التكريطه 60 عندهم جمله والثانية دايرة عندهم 30 34 وزيدة 8 ريال صاير هي 44 باش الحج خاصك تبيع 60 و70 و60 قولها 60 وصافي 60 هي اللي يقول هي اللي شاد انت وهو انت معاه انا اللي جا هو هذا طلبت لك الله ما تصيبه استيهم على سلامتك يوم شحال بعتوا هاد في اليوم اللي هو خويا ما فاتان غنحكي والله تعال تديه بويلي هو خا كل اللي جاب شهر ربيع اليوم ربيع اخويا كنبيعو فيه نسقطو فيه ب10 وهو مشري ب 5 ونعناع شحال؟ نعناع اخويا مشري ب 8 دراهم كنسقطو فيه ب15 النص بالنص النص بالنص وكثر من النص راه ريبه ريبه نهار طلع ولي فلاح الفلاح الله يحسن العون هو ولنا مسير خسرت لينا بون باد مسيرين عليه مع 800000 الله يستر عليه والله انت فايلتي عليها والله مسيرين عليها واني ماشي وشحال سي عبد الله التفاح والبنان 240 تفاح 260 السلام عليكم تفاح زيد السلام ورحمة الله هذا وسيد ولا واش قلتي لي 260 تفاح البنان ايوا خلعتيني ما تخلع والو ايوا هاد العنب وهاد العنب 200 وسادة شحال ايوا هذاك الحاج باغي تعير معايا او هاد الشيء تاع بهايا وسويه لا وي وهاديك ما طيش شحال داير لي اليوم او لحقتو لهيه هاج كيلو مال فرنك زيدو واللي راه عزلتي راس السوق راس السوق راه بعنا الخلق لا راه مليح كيفاش شحال باع عليك؟ وراه مصوم معاكم راه ب 6 دراهم 5 دراهم بشحال هادشي اليوم؟ تتقول فيها من جيتك ولا شو؟ لا عارف 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 انا غير بغيت نبسط معاك اه اجي 120 غادي تقولوا وغادي بشحال تبيع هجري كيلة يلا يلا يلا